خلال الفترة اللي فاتت أقامت مؤسسة Music Without Borders العديد من الفعاليات والحفلات داخل كندا للجالية العربية، والحفلات كانت بتتضمن إحياء ذكرى لأسماء موسيقيين أو مطربين سابوا أثر في تاريخ الموسيقى العربية زي بليغ حمدي، فيروز، زكي نصيف. والنهاردة في لقاء متجدد هيكون معنا السولوست رانيا جمال وكمان مؤسس المؤسسة السيد جابي. عايزين الأول أبتدي أرحب بضيوفي وأشكركم جدا على وجودكم النهاردة معي. زكي رانيا مشرفاني النهاردة بالاستوديو. تسلمي، thank you، اتشرفنا فيكي أكتر وشكرا أنه استقبلتينا اليوم. يا حبيبتي رانيا شكرا جدا على وجودك النهاردة معينا. النهاردة مستمعين هيكون يعني حلقة دسمة غنائية بصوت رانيا الجميل. رانيا على فكرة عندها يعني على التيك توك العديد من الناس اللي بيحبوا يسمعوا صوتها وبيحبوا يتابعوها، وهي من أجمل الأصوات اللي موجودة هنا في كندا، وأنا شخصيا من الناس المعجبة بيها بصفة شخصية. شكرا. رانيا بحب الأول أرحب بيكي وأبتدي معاكي من البداية كده ونقول للناس عن حب الغنى وبداية الموهبة الفنية داخل شخصية رانيا ابتدت إمتى؟ كان عمري تقريبا 6 سنين. الوالد اشترى لي مسجل وكنت قاعدة هيك يعني عم أرسم ودندن، فهو استغرب يعني صار يسمع ويركز إنه يعني في صوت حلو عم يطلع. فحب إنه يعني هو من أول مشجعيني و he's always my number one fan and supporter. العيلة دايما بتدعم لما بيكون الطفل عنده موهبة مختلفة، دايما العيلة بتدعم. Yes, definitely. يعني مثلا to be honest إنه بالنسبة لإلي الحمد لله إنه عيلتي دايما يعني عم يدعموني بهي الموهبة اللي عندي الحمد لله. دعم الوالد أضاف إيه لشخصية رانيا؟ القوة طبعا. yes. زادت الموهبة. yes. وزادت الثقة بالنفس. يا أكيد طبعا. هو شعور يعني حلو إنه أنتي بتطلعي على المسرح وبتغني وبتشوفيهم يعني قاعدين وعم يضحكوا مبسوطين وهيك، يعني هذا شعور ما له. فخورين بالضبط. فخورين طبعا. طب والإخوات بقى؟ الاخوات نفس الشيء بس في من اخوات عنده موهبه زي بالضبط. يس عندي. بيغني وكمان بيرسم. حلو. ايه وانتوا صغيرين كنتوا بتغنوا سوا مع بعض مثلا؟ ايوه ولحد هلا. يس ايه بوقت لما كنت عايشه بالعراق، فاكيد يعني مثل اي بلد عربي تاني بتطفى الكهرباء. فبتصير هي الالعاب تبع انه بلش الاغنيه بحرف وتنتهي بحرف والتاني يبلش بحرف تاني بنفس الحرف اللي بينتهي فيه. طب هنرجع بقى للوطن. ايه. للبدايه واحنا صغيرين. يس. كلميني اكتر عن شخصيه رانيا، للناس اللي بتتابع رانيا وعارفاها وبتسمع حفلاتها محتاجين يعرفوا اكتر عن شخصيه رانيا. اوكي. شاركينا النهارده، اديهم جزء من زي ما بيقولوا ايه ال 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 الجزء المستخبي بتاع شخصيه رانيا ده، عايزين نظهره النهارده للناس. طبعا أنا شخص كتير ما بيعرف يعبر عن حاله، بس رح أحاول. يعني أنا شخصية كتير بسيطة، بحب الحياة، بضحك على طول. الموسيقى هي الطريقة الوحيدة اللي فيني أعبر فيها وأحكي للناس عن شو أنا عم حس وشو الشيء اللي بدي وصله. تربيت ببيت يعني عائلة، ودايما حسيت يعني الحمد لله أنه I was blessed بوجود كل واحد بعائلتي، وكنا دائما مع بعض. وتربيت ببيت عربي، the typical Arabic house. بس و الموهبة بتاعت رانيا لما كانت في المدرسة وكانت لسه صغيرة، كان في أنشطة في المدرسة مثلا بتدعم؟ نهائيا نهائيا لا. البيت بس. I was actually يعني لما كنت أول ما بلشت أغني، يعني أول ما بابا اكتشف إنه في عندي صوت هيك، صرت أول أغنيتين كانت أول أغنية أكشلي كانت قديش كان في ناس لفيروز. إيه. فكان يعني لما حدا بيجي يسألني إنه غني ممكن تغنين أريد نسمع، مستحيل يعني انسي إنه أنا أصلا صوتي يطلع. يعني كنت كتير كتير إيه. وكنت بخاف وهيك، بس بابا شو صار يعمل؟ كان بيجيني بطريقة هيك مختلف، بأسلوب مختلف، إنه يطفي الضوء ما حدا شايفك،
يعني انا عم بسمع كانك عم بتغني مع حالك. فهو دربني بالضبط بالضبط لحد ما صارت فرصه يعني شوي شوي صرت اغني قدام اخواني قدام ابي وامي وهيك صرنا نفتح الضوء وكسرنا هي المرحله. بعدين اجت فتره اني كنت عايشه بسوريا بالشام وصار عرض هيك بمعهد كنت مشاركة فيه يعني بعد المدرسة معهد. فرحت وكان في عرض وطلبوا مني انه اغني يعني الولد قال لهم وانه عندها موهبة وهيك وشجعوني وغنيت هيك شي بسيط. فهي كانت اول تجربة انه انا اغني قدام ناس. يس اند it was great. I still have videos of it وهيك بس it was a great experience. طبعا I think كان عمري 10 سنين ايه. فهي كانت اول تجربة. بعديها حسيت بشعور انه لا الناس عم تتفاعل مع صوتي وحابه صوتي فانا لازم اكسر هذا الحاجز الموجود. طب قبل ما تيجي لكندا هل كنت بتدرسي حاجات معينه او الوالد كان بيشجعك تعزفي على آلة موسيقيه او يعني مثلا تغني حاجه معينه عشان لا لانه يعني بنفس الوقت على قد ما هو بيشجعني بالموسيقى بيشجعني بدراستي اللي هو يعني والدراسة أهم بالضبط يعني إنه there should always be a plan B لأنه يعني ما بحب ما بيعرف شو ممكن يصير أو يعني أنا طموحي إنه أوصل وغني وكل هذا الشيء بس لا سمح الله you never know what could happen ف there always should be a plan B. yes احكي لي بقى عن تجربة وجودك لكندا أو هجرتك لكندا. أنا أجيت أول شيء لوينيبيغ مانيتوبا so it was a different province different city different weather فكل حتى المجتمع العربي ما كان موجود هناك ما في لا جالية موسيقية لا نهائيا ولا شيء له خاص بالموسيقى. فما كان in a better way إنه الموهبة اندفنت لحد ما أجيت لميسيساغا 2016 وكان في جمعية إيفنت مهندسين العراقيين في ميسيساغا وطلبوا مني إنه أغني. ما بعرف كمان الوالد كيف لا كونكشن بالضبط يا فطلب منهم إنه أغني هيك مقطع صغير وغنيت وكمان الناس انبهروا فصارت ناس بتعرفني انه انت لازم تشاركي بفلان مكان انت لازم تروحي كذا مكان انت فتحت لك السكة بالضبط ايوه السكة. من هنا تعرفتي على جابي والمؤسسه يس كانت في 2016 لا مش 2016 it was recently متى تعرفت سنتين ايه 2019 خلي جابي يظهر بس عشان اوكي هير يو جو. Do you want to come closer? No. Okay. تعرفتوا على بعض في 2020 أو 2021؟ 2021 يعني almost كان ساعة الكوفيد بقى والناس بالضبط بآخره صحيح بآخره تعرفت على جابي وفتح لي الأبواب هو الحمد لله يس الميوزك without borders أضافت لشخصية رانيا الفنية وموهبتها أثقلتها إزاي؟ عطتني experience عطتني opportunities many of them وهو أساس المؤسسة هو جابي وطبعا خبرته و all the knowledge that he has هو ساعدني إنه اشتغل على حالي أكتر إنه have more experience have more confident مثلا إنه اكسر الرهبة اللي بالمسرح كيف اتعامل مع الجمهور يعني اضفت كتير اشياء انا ما كان عندي اياها غير انه يعني غير الغنى غير الغنى yes. طبعا انت دخولك على مؤسسة بهذا الحجم فيها يعني فنيين وموسيقيين صحيح الشخصيات very professional. مختلفة yes. الشخصيات مختلفة والاصول كمان مختلفة صحيح. فانت بتتعاملي مع زي ما بيقولوا ايه اصول عربية مختلفة صحيح. اضافت لشخصية رانيا او اثقلتها ولا ما عملتش حاجة انت اللي اضفتي ليهم يعني لو انا بسألك كده دلوقتي انت اضفتي للي حواليكي ولا هما اللي اضفوا لك؟ I think it's both ways for sure. يعني مثلا انه صراحة هم كتير بيستغربوا انه انه انا عراقية
وكلامي عراقي، ويعني كيف مثلا انه كتير فيهم يتفاجئوا انه اللفظ مثلا لما غني مصري بغني بالطريقة الصحيحة باللهجة الصحيحة، ونفس الشيء السوري واللبناني وكذا وكذا. ف يعني هم دائما بينبهروا بهذا الشيء، بس يعني تشجيعهم إلي like I'm always grateful for it. يعني مع إنه هم they're more professional، عندهم خبرة أكتر طبعا في مجالهم درس يعني. بس لو أنا عايزة أسألك كده عن كم الحفلات اللي أنت شاركتي فيها. أنا شخصيا حضرت كذا حفلة، من ضمنهم حفلة الجاز اللي كانت في ميلتون، صحيح. وشفت طريقتك، وشفت كمان ال وهم حواليكي كنتوا عاملين يعني عارفة في كده نوع من التوافق والتناسق بين الكل، عارفة زي صحيح. ما حدش بيضغى على التاني، ما حدش عايز، صحيح. We're more like family. حسيت الإحساس ده وصلني. Yes definitely. طيب النهاردة لو عايز أتكلم على كم الحفلات اللي شاركتي فيها خلال الفترة اللي فاتت من ساعة ما دخلتي في 2021 والإنجازات سنة ورا سنة. أوكي. لو هنبتدي بعشرين واحد وعشرين ابتديتي فين، والنهاردة في 2024 بقيتي فين؟ أوكي. في الحفلات والحضور، واتكلمي أكتر عن شكل الحفلات كان عامل إزاي. رح بلش بشي اللي يعني it was the major first step for me which was gramophone. Gramophone كان سنة 2023. صحيح. Yes. السنة اللي فاتت 2023 شهر الثاني بنفس اليوم، وهو صادف اليوم كان صحيح. نفس اليوم اللي Music Without Borders تأسست. فهو هذا كان أول major step for me إنه أنا أطلع غني، وكان my partner in the program was Munzir. It was for both of us. وغابي of course. اشتغلنا على جراموفون which was كانت ايه طبيعة الحفلة، الاغاني كانت so طبيعة الحفلة كانت اغاني من زمن الجراموفون all classic. كان فيها عبد الوهاب، فيروز، ام كلثوم، عبد الحليم. عبد الحليم غنينا صح؟ صحيح. كامل الاوصاف. كامل الاوصاف. يس. فريد الاطرش، يعني كذا مغني من زمن الجراموفون. فهي كانت الفكرة الحفلة، والحمد لله كانت it was a very successful step. كانت بأوكفيل، صحيح. yes أوكفيل. yeah. فبلشنا بجراموفون، بعدين صارت تجلي. لا. no Hearts United for Syria. بوقت حفلة جراموفون صادفت زلزال كانت تركيا وسوريا. تركيا وسوريا صح. فقررنا حتى انه ندعم يس بدخل الحفله بالضبط المتضررين. yeah. صحيح. yeah. يعني as you know Gabi is from Syria. فاكيد كلنا كشعب يعني we have to support exactly. ف at the same time we decided to do a show if you want to talk about it. Gabi. صحيح. نحن بعد ما قدمنا عرض جراموفون قررنا انه نعمل عرض نقدم كل الريع تبعه للمتضررين بالزلزال. فوقت تواصلت مع موسيقيين عرب عموما وسوريين خصوصا لحتى نقدم خلينا نقول عمل موسيقي بيعكس ثقافة هذيك المنطقة ونورجيها للناس، وخلينا نقول نشرح عن الأزمة اللي صارت بطريقة شوي فنية، ونوصل مشاعر للناس من خلال هاي الحفلة. ونقدم دعم قد ما بنقدر وبطريقتنا للمتضرر. فكان كل الدخل بتاع الحفلة تبع Hearts United for Syria. صحيح. والإقبال كان عامل ازاي؟ كانت الحفلة كانت فل. كانت فين؟ كانت بميسيساغا ب يونيتيريان كونغريجيشن تشيرش. كانت حفلة كتير حلوة، وشارك فيها كتير موسيقيين عرب وسوريين. طب لو أنا هرجعك للحفلة دي وأقول لك من ضمن الأغاني اللي قدمتوها لو نشارك بأغنية النهاردة نبتدي بيها، تحب بأغنية من جراموفون؟
ماشي بالجراموفون. اوكي اغنيه من جراموفون. لا اغنيه من جراموفون. معانا يا جماعه رانيا جمايل النهارده. هنبتدي ببدايه فنيه باغنيه جميله من الحفله اللي اتقدمت في 2023. رانيا معاكي المايك. جراموفون. اوكي. امتى هتعرف انت اني بحبك انت؟ امتى هتعرف انت اني بحبك انت؟ امتى هتعرف اني بحبك؟ امتى 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 هتعرف؟ امتى امتى هتعرف؟ بشكرك جدا رانيا. طيب بس احنا عايزين نستغل وجودك بقى النهارده ونقول اغاني كتيره بما ان انت موجوده. اكيد عايزين نستغل وجودك على اقصى استغلال. اكيد اكيد. نرجع بعد كده للحفله التاليه. يس. احنا اتكلمنا على حفلتين كانوا في 2023. ايوه. في كان حفلات ثانيه. يس. تجلي. صحيح. احنا اصلا بعد هارت يونايتد فور سيريا عملنا اللقاء معك وقتها كان قبل حفلة تجلي اللي هي حفلة فيها صحيح اجيت انا وقتها انا ومنذر وبعدها قدمنا حفلة تجلي اللي هي قدمنا من خلالها اناشيد دينية ومجموعة من الموشحات اللي نحن بالعادة خلينا نقول كان وقتها فترة رمضان والعيد اللي خلينا نقول بالعادة بسوريا أو بالعراق أو بمصر تعودنا نسمع لهي الأناشيد. صحيح. فنحن حاولنا نعمل شيء بيشبه هذا الجو من خلال هاي الحفلة والحمد لله كانت حفلة ناجحة جدا. احنا التقينا قبل كده في حلقة وكنت تكلمت عن بداية تأسيس المؤسسة. صحيح. تكلمت عن وجودك هنا بس يعني للناس اللي ما استمعتناش قبل كده في الحلقة اللي فاتت لو عايزين نتكلم على بداية تأسيس المؤسسة. أنا عارفة النهاردة بنقول happy birthday to you. Thank you. يعني عام مرة اليوم اليوم الحمد لله كملنا سنة كاملة بداية عام جديد. صح. وهلا بلشنا سنة الجديدة. صحيح. خلينا نتكلم عن العام الماضي والإنجازات ولكن نبدأ بالستارت اب بوينت زي ما بيقولوا. صحيح. البداية. صحيح. مثل أي حدا مغترب خليني أقول دائما نحن كلنا منحس بالحاجة لوجود شيء يعبر عن ثقافتنا وهويتنا قدام الشعوب الثانية لأنه نحن دائما بحس ممكن يكون أفضل شعور بيحسه المغترب ببلاد الغربة هو الفخر، الفخر بماضيه بثقافته بإنجازاته. فنحن دائما بنحاول نصنع مشاريع كمغتربين ترجعنا أو تحسسنا بهذا الشعور. فأنا بالنسبة لي هذا المشروع هو كان انطلاقة أو البداية لمشاريع كتير هلأ نحن عم نقدمها من خلال موسيقى بلا حدود. هي بتساعدنا نحن كشعب عربي وشعوب التانية أنه تشعر بهويتها وثقافتها تظهر للناس قدام بيت شعوب التانية. فلهيك أنا فيني أقول أنه هو مشروع موسيقى بلا حدود هو مشروع للمغتربين بيهدف أنه يستعرض موسيقى وتراث من ثقافات مختلفة قدام الثقافات الأخرى وهذا الشيء بيساهم أنه نوعا ما هي ثقافات تندمج أكثر مع بعضها وتتعرف على بعضها كثير. طيب لو كلمت عن المؤسسة قبل انضمام رانيا وحين انضمت رانيا. رانيا ما انضمت، رانيا كانت من أول من الأول خالص. يعني من بداية تأسيس المؤسسة. صحيح. نحن صحيح كان جراموفون هو خلينا نقول الانطلاقة للفكرة. تمام. طيب احنا كنا اتكلمنا عن الحفلات ووصلنا لغاية الحفلة بتاعت تجلي. نحن بعدها صحيح قدمنا حفلة للسيدة فيروز. دي كانت السنة اللي فاتت برضو. صحيح. صحيح. قدمنا حفل لأغاني سيدة فيروز اللي لحنهم زياد الرحباني. قدمناها بفانكوفر وقدمناها بمدينة كيتشنر. ما احنا عايزين نتكلم على بقى تغطية. صحيح. نحن السنة الماضية بما انه كانت البداية لنا فكنا
كنا عم نحاول انه نقدم حفلات بمنطقة الجي تي اي عموما وميسيساغا خصوصا. ما كان في خلينا نقول خطة واضحة بأنه نغطي مقاطعات تانية لأنه كنا لسه بالبدايات، ورغم هيك بفضل دعم المجتمع ودعم الفنانين والموسيقيين والمغنيين الموجودين قدرنا نروح على فانكوفر، وكانت هي أول حفلة لنا برات أونتاريو، وقدمنا هنيك كمان حفلة بفيكتوريا يعني اللي هي بفانكوفر آيلاند، قدمنا حفل فرقة أورونتس اللي أنا جزء منها كمان، كمان حفلة كانت حلوة كتير. والسنة إن شاء الله نحن عم نفكر نغطي مقاطعات أكتر ومدن أكتر بأونتاريو، حابين نروح على أوتاوا، على مونتريال، حابين نروح على ألبرتا، على كالجري وإدمنتون. يعني دي الخطة الحفلات 2024 هنتكلم عنها صحيح دلوقتي، بس أنا هرجع لرانيا تاني واتكلم على حفلتين مهمين أو يمكن ثلاث حفلات خلينا نتكلم عنهم باستفاضة. أول حفلة نتكلم عنها بتاعت الجاز اللي كانت في ميلتون، yes. واختيارك لنوعية الأغاني وتفصيلة الأغاني واللي كان من ضمنها أغاني لستيت فيروز، وكان من ضمنها برضو أغاني تانية زي أم كلثوم وعملنا أسمهان وكمان قدمنا كمان بعض الأغاني التراثية، yes. خلينا نقول بطريقة شوي عصرية أكثر، حطيناها ضمن قوالب الجاز لحتى يعني نحن نعبر كمان نحن بموسيقتنا في بعض الأغاني اللي هن أصلاً يعتبروا جاز ميوزيك، وفي منهم هن أغاني تراثية أو ثقافية ما تم تأليفهم ضمن قوالب الجاز، بس نحن حاولنا نقدمهم من خلال هاي صح نعمل إعادة توزيع، نقدمهم من خلال هاي القوالب لنعمل برنامج جاز بيهدف انه يستعرض مجموعة كبيرة من الاغاني تبعنا بطريقة تكون اقرب للناس والثقافات الموجودة هون. طيب نغني اغنية من الحفلة؟ شو اكيد شو كانت يلا اوكي رجعوني عينيك لأيام اللي راحوا علمونا ندم على الماضي وجراحه، رجعوني عينيك لأيام اللي راحوا على الماضي وجراحه، اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع سيبوه ازاي عليا انت عمري انت عمري اللي ابتدى بنورك صباح واللي ابتدى بنورك صباح وانت انت انت يا عمري. الله لا ابصي بعد الاغنيه دي ما فيش كلام بقى ما ينفعش ما عنديش اسئله خلاص الاسئله اللي عايز اعرفها. ثانك يو. طيب هنرجع بقى على تكمله الحفلات، اتكلمنا عن جاز غنينا منها اغنيه، yes. وكلمنا على جرامافون غنينا منها اغنيه. المرشحات يمكن كان اكتر كان منذر صحيح. وبعد كده كان رحنا بقى سوا اللي احنا فيها بعدين حفلة جورجينا كمان كانت حفلة لرانيا قدمنا من خلالها تراث العراق.
بكل مناطقه. حاولنا نقدم من خلاله اللون الموجود بجنوب العراق وشمال العراق وحتى اللون البغدادي. كانت حفلة كتير حلوة وكمان كانت هي كاملة أداء رانيا. طيب والأغاني اللي كانت في الحفلة كانت للمطربين معروفين عراقيين صح؟ يس طبعا. مثل عفيفة اسكندر، ناظم الغزالي، أنوار عبد الوهاب، حميد منصور، يا وقدمنا كتير كمان تراث. طيب لما هنغني أغنية عراقية بقى اوكي هسهل حيلك هتبدل مسألة اوكي يلا. جمالي والي بويا اسم الله، جمالي والي بويا اسم الله، متعذبة دنياي يا بابا، جمالي والي متعذبة دنياي يا بابا، جمالي والي. الله عليك. شكرا. بعد كده هننتقل للحفلة اللي بعدها. بعدين بلشنا بمهرجان موسيقى بلا حدود. احنا عملنا هذا بلش بأكتوبر. كان عرض الافتتاح بأكتوبر 6 بحفل ديوان عن أغاني المهجر. طبعا هذا كان المهرجان الأول لمنظمة موسيقى بلا حدود. كان فيه 5 أو 6 حفلات. عرض الافتتاح كان اسمه ديوان عن أغاني المهجر. هو جزء من سلسلة مشروع ديوان، اللي هو مشروع بيهدف للحفاظ على الشعر العربي بطريقة مغنات. يعني مين لي أشعار وفي مثلا هي لا هي مش قصائد. مش عم نلقي قصائد، هي عبارة عن قصائد ملحنة. هذا المشروع هو مشروع إلي وللأستاذ حسام نعمان. قدمنا منه جزء الأول بال2022، كان ديوان عن الحب والغزل. أخذنا فيه مجموعة من القصائد اللي بتحكي عن الحب والغزل، وأخذناهم من فترات مختلفة، من عصور مختلفة. عصر ما قبل الإسلام، عصر العباسي، العصر الأموي. تسمعونا دلوقتي على 93.3 FM، مكملين النهاردة حلقتنا مع ضيوفنا في الاستوديو. رانيا أخذنا فصل عشان تاخدي نفسك. النهاردة على قد ما قدرنا نحاول نغطي كل الأنشطة والحفلات اللي تقدمت بيها واللي عملتها خلال السنة أو منذ بداية إنشائها وحتى الآن، ميوزيك وداوت بوردرز والسولوست رانيا جمال. رانيا كنا بتكلمنا قبل الفصل لغاية الفعاليات اللي أقمتموها في المقاطعات الأخرى داخل كندا، بس عايزين نكمل بقية الحفلات الإنجازات والحفلات، لأن النهاردة زي ما قلتولي قبل بداية الحلقة كان تاريخ بداية العام الجديد وتاريخ ميلاد عام سابق. صحيح. نكمل كده الإنجازات بتاعة 2023 عشان نبتدي نتكلم على خطة 2024. تمام. احنا وصلنا الحفلة العراقية. لا وصلنا للمهرجان. صحيح. كان ديوان وبعدين ديوان. زي ما ذكرنا في قبل الفصل انه كان عبارة عن زي مقطوعات شعرية. هو عبارة عن قصائد. صحيح. هو عبارة عن قصائد عربية ملحنة. هو عبارة عن مشروع من 3 اجزاء. قدمنا المشروع الجزء الاول عفوا بسنة 2022 كان ديوان عن الحب والغزل، ضمن قصائد حب وغزل من عصور مختلفة وقدمناها بطريقة خلينا نقول ضمن قوالب موسيقى كلاسيكية. العرض الثاني كان السنة الماضية. هو كان افتتاح مهرجان موسيقى بلا حدود. قدمنا ديوان عن أغاني المهجر، وهو عبارة عن مشروع استعرض
القصائد لشعراء عرب عاشوا بالمهجر صحيح واستعرضنا مجموعة من القصائد بتحكي عن الحنين للوطن للعائلة للمحبوبة. طب لو أنا عايز أسألك سؤال الإحساس بتاع الحفلة دي لو أنا دلوقتي فنان سواء كنت ملحن أو مغنية والحياة في بلاد بعيدة عن الوطن فيها مشاكلها فيها معوقاتها فيها الاسترس بتاعها فيها حاجات كتيرة قوي بنقابلها هنا كمهاجرين أثرت في شخصيتي الفنية أو موهبتي الفنية إزاي؟ أنا يعني أحد من ال choir members that was performing in Diwan, أنا غني المهجر. I was holding my tears. That's all I can say. يعني it was a pretty emotional program. والقصائد يعني أنا متأكدة إنه أثرت بكل واحد فينا. وغنينا ل لعمر أبو ريشة لنزار قباني لنسيب عريضة قدمنا كمان قصائد من يعني من حاولنا نغطي من خلال هاي القصائد كمان مناطق مختلفة عربية لشعراء عرب من دول مختلفة كمان عاشوا بمهجر مثل الشاعر إليا أبو ماضي صحيح يعني من أهم الشعراء اللي درسناهم حتى في المدرسة لما كنا صغيرين صح. وصلنا بعد نهاية المهرجانات نهاية المهرجان الغنائي في 2023 ثم انتقلنا لمحطات أخرى سواء كان محطات فنية في كارير في كاريرك أو في الفعاليات اللي كانت within المؤسسة Music Without Borders. So المهرجان also included حفلة tribute لبليغ حمدي. يعني الحفلة اللي جاية بتاعت بليغ حمدي دي عملتوها صحيح نحن قدمناها بالمهرجان صح بس عليها كان إقبال مش طبيعي عملنا منها two of them عملنا يوم تاني دغري وكان كمان هو يعني نحن ما بتعرفي دائما الحفلات هون بتكون بأيام العطل بس الحفلة الثانية نحن اضطرينا نعملها بقلب الأسبوع ورغم هيك كمان كانت الحمد لله كان إقبال كتير كبير عليها. كان ساعتها الحفلة كان فيها أغاني يعني فيميل أن ميل يعني صحيح هن أغاني من تلحين بليغ حمدي طبعا. كانوا من الأغاني اللي قدمها الأستاذ عبد الحليم أغاني قدمتها السيدة أم كلثوم وردة جزائرية صحيح وردة وديع الصافي كتير أغاني كان جميلة فقدموها كمان نخبة من الشباب والبنات الأصوات كتير حلوة ومن رانيا ممتاز. رانيا غنيتي ايه في الحفلة؟ غنيت لوردة الجزائرية انا بعشقك انا لا انا بعشقك كانت لميادة لميادة الحناوي قدمتي لوردة لوردة مالي وانا مالي سوري الحب اللي كان حفظة الحب اللي كان بتاعت ميادة لبليغ حمدي أنا أسفة لا خلاص مش عايز أقول لك الأغنية دي أنا بعشقها قد إيه خلاص طيب لو هحفظها هتغني حاجة لميادة أو لوردة تختاري إيه؟ هختار لوردة طب يلا ماشي مالي طب أنا مالي وأنا مالي في الأحزان أنا مالي مالي طب أنا مالي وأنا مالي في الأحزان أنا مالي عايشة في أحلى ليالي ويا حبيبي الغالي بحبك أو يا عيوني بحبك مهما لموني بحبك أو يا عيوني بحبك مهما لموني ماي لومو طب وانا مالي طب وانا مالي وانا مالي وانا مالي مالي الله عليكي الله عليكي شكرا. لما بتبقي يعني اما بتحبي انك تغني لما بيكون عارفه احيانا الواحد بيبقى عايز يغني بيبقى فرحان قوي قوي او حزين قوي 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 لما بتحسي ان انت فرحانه قوي قوي بتحبي تغني لمين ولما بتكوني متضايقه قوي 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 تحبي تغني لمين لما اكون فرحانه I would choose
عبد الحليم. بغني يا عبد الحليم. آه. ولما تكوني متضايقة. متضايقة عبد الوهاب. الاثنين موجودين. طب وأقرب صوت لما بتغني بتلاقي نفسك إنك قريبة من طبقته؟ صعب بس ممكن ما بين يعني that's difficult لأنه it's more about the song. يعني sometimes الموضوع بيكون حسب الأغنية. بس بحب كتير أم كلثوم طبعا وفيروز أكيد وردة الجزائرية و في كتير. طب احنا يعني لو هنتكلم بقى على المغنيين العراقيين سؤال صعب ده. بحب أنوار عبد الوهاب كتير. طب عايزة تغني له حاجة؟ هغني لها حاجة. أوكي. لا عادي عادي. أي أغنية؟ أوكي هي حزينة شوي بس كتير حلوة. بس حلوة. عد وانا عد ونشوف يا أكثر هموم من عمري 7 سنين وقلبي مهموم عد وانا عد ونشوف يا أكثر هموم من عمري 7 سنين وقلبي مهموم راح ويلي راح وبعد ما رد وحبابي راح ويلي راح وبعد ما رد وحبابي. الله عليكي الله عليكي. شكرا. الناس اللي بتغني دلوقتي الجيل الجديد فين في قاموس رانيا؟ حلوين. ايه اللي هو بالحلو؟ لا لا حلوين كل حاجه. شوفي اقرب حد رانيا بتحب مين من الناس الجديده؟ يعني انا شايفه رانيا يعني فوكسنج على الناس القدام لان الطرب والدندنه بقى والحاجات الجميله اللي احنا مهما عدى عليها الوقت عمرنا ما بننساها. بس صحيح. من الاصوات الجديده ناس ممكن تكون برضو بتسمعيها بتحبي تسمعيهم؟ طبعا في كتير على فكره. يعني انا بحب اغني هذا النوع من الاغاني بس بنفس الوقت انا بسمع الاشياء كتير مختلفه. يعني بسمع لسعد المجرد مثلا. بسمع لشيرين I love her. وائل جسار my favorite. مروان خوري. حتى يعني اليسا نانسي عجرم. يعني كلهم يعني الاصوات اللي يعني انا عندي حب للناس القديمه وفي نفس الوقت بسمع الاغاني الجديده. اكيد. فكرتوا تعملوا حفله فيها الاغاني الجديده اللي موجوده؟ That's a good question. دايما بحس انه يعني دايما الناس بتحب تسمع القديم بس برضو هذا لا يمنع ان في بعض من الاغاني في الجيل ده. هنبعد عن المهرجانات هنخليها شويه جنب عشان ديها ذوق وناس مختلفه. بس الاغاني بتاعت الناس اللي موجوده دلوقتي الجداد زي ما ذكرتي كده اسماء كبيره ليهم اغاني حلوه. فكرتوا في حاجه زي كده تتعمل في 2024؟ بصراحه طالما ان نحن من خلال خلينا نقول المنظمة بنحاول نركز اكتر على الموسيقى العربية الكلاسيكية. طبعا. بالتحديد بنحاول نقدم خلينا نقول الشيء اللي كان ممكن بلحظة من لحظات انه يندثر وما عاد ما عاد يكون موجود. هلا الحمد لله الاسماء اللي ذكرتوها لساعتها عم تقدم حفلات وبالعكس انا اليوم يعني اذا خلينا نقول اذا الشخص عنده خيار بانه يروح يسمع نانسي عجرم ولا يسمع حدا عم يغني لنانسي عجرم حيروح يسمع نانسي عجرم لانه هي لساتها موجوده. أنا بس نحن من خلال بس هقول لك على حاجه. انت شفت الحفلات اللي كانت عاملاها السعوديه الفتره اللي فاتت؟ كانوا صحيح. عاملين مهرجان كاسيت 98. الناس كان الاقبال خرافي. صحيح.
صحيح. عارف لا ودول جداد حميد الشاعري وإيهاب صحيح ومصطفى صحيح قدموا قدموا صحيح هذا جزء كتير كبير من ذاكرتنا وخاصة هي موسيقى المراهقة تبعنا اللي احنا تربينا على ذلك صحيح كنا بنستنى الكاسيتات تنزل عشان نروح صحيح صحيح فهي جزء كتير كبير من ثقافتنا والحمد لله مثل ما تقولي وصلنا هذا التراث أو هذا العفو هذا النوع من الموسيقى عن طريق الكاسيت وضلينا محافظين عليه ولسه لهلا العالم تسمعه وبتحبه بس نحن من خلال خلينا نقول المؤسسة عم نحاول نركز أكثر على موسيقى الموسيقى العربية الكلاسيكية اللي مثل ما قلت لك اختفت لفترة طويلة وما عاد حدا قدمها اليوم يعني اليوم نحن ما عاد شفنا أغاني بتشبه أغاني أم كلثوم أو أغاني بتشبه أغاني السيدة فيروز اللي كانت تقدمها زمان اليوم في نمط موسيقي مختلف جدا عم يتقدم فنحن عم نحاول نرجع نحيي هذا النمط الموسيقي ونقول إنه نحن بيوم الأيام كان في عنا هذا النوع من الموسيقى بالإضافة للموسيقى اللي هلأ عم تتقدم. بس أنا عايز أستغل الفرصة بقى ونتكلم على الحفلات اللي جاية خلال الفترة اللي جاية قبل ما يعني قول مسمعينا 12 دقيقة أو نخلص تمام. الحلقة خلصت يا جماعة من غير ما الواحد يحس بسرعة رهيبة بس عايزين نقول للناس الفترة اللي جاية الحفلات بتاعتنا فين إزاي قدروا يتواصلوا معنا أو يحجزوا حتى التيكتس وإيه المحتوى هيكون للحفلات اللي جاية تمام أنا أول حفلة هتكون بسنة أو عفوا نحن قدمنا أول حفلة بسنة 24 من كم يوم كانت حفلة هانم قدمتها رانيا وهلأ الأسبوع الجاي رح نقدم حفلة زكي نصيف بفانكوفر رح نقدم من خلالها مجموعة من أغاني لحنا زكي نصيف للسيدة فيروز ولوديع الصافي ولصبا الأسبوع القادم السبت القادم بفانكوفر نحن كمان حيكون عندنا حفلة بمدينة كيتشنر نحن ديك السنة صح بمارش سكند نحن ديك السنة قدمنا حفلة وكانت ناجحة جدا بمدينة كيتشنر وحابين سنة نرجع نروح على هاي المدينة ونقدم حفل بليغ حمدي بليغ حمدي حنقدم من خلاله أغاني لحنا الأستاذ بليغ حمدي لقامات كتير كبيرة مثل أم كلثوم وردة ميادة الحناوي الحجز يتم ازاي الحجز عن طريق موقع موسيقى بلا حدود musicwithoutborders.ca okay. بس أي حدا حابب يحجز الحفلة ممكن يروح على هذا الموقع رح يكون في مكان هناك مكتوب عليه events بالevents موجود هناك صورة للحفلة حفلة بليغ حمدي ومحطوط كل التعليمات لطريقة الحجز. We also have an Instagram page, Music Without Borders. We are on TikTok as well, Facebook. So the links are literally everywhere. صحيح. Yeah, and it's easier access, especially on Instagram. And the link is in the bio of Music Without Borders. Yes. الفترة اللي جاية هم الحفلتين اللي أعلن عنهم اللي هيكونوا الشهر ده والشهر الجاي. بعد رمضان هل هيكون في حفلات تانية؟ نحن حتى خلال رمضان نفكر نقدم حفل بيشبه حفل تجلي اللي قدمناه ديك السنة اللي هو بيتضمن موشحات وأناشيد دينية وبعد رمضان كمان حنستمر حيكون في عنا إن شاء الله تور بكندا رح نروح على مثل ما قلنا ببداية الحلقة رح نروح على أماكن جديدة هاي السنة ورح يكون كمان عندنا مهرجان موسيقى بلا حدود الثاني السنة الماضية كنا كمان بأكتوبر السنة الماضية كان المهرجان مركز على الموسيقى العربية بشكل عام السنة رح نركز فيه على موسيقى الشعوب رح نستعرض فيه موسيقى من ثقافات مختلفة ده فكرة هايلة على فكرة يعني هتبقى زي حفلات وكل حفلة ليها ثيم معين صحيح أوه. صحيح رح نعكس فيه ثقافات شعوب مختلفة وهدول الخطط بشكل عام أكتوبر القادم رح يبلش بأكتوبر صحيح ورح يستمر لنهاية نوفمبر أوكي تمام طيب هنرجع تاني بقى
عايزين زي ما قلت لك نستغلك لأول درجة. عايزة تغني لنا ايه دلوقتي من على مزاجك؟ اوكي رح اغني اغنية من حفلة هانم ليلى مراد. ما قلت ليش ليه اخترتوا الاسم ده؟ اسمي كان غريب على فكرة. بيلي هانم يعني بيرمز للمطربات اللي كانوا بال هانم هو عبارة عن لقب يطلق للسيدات صاحبات الاحترام والتبجيل. هو هو للتعبير عن مكان المرموقة للسيدات بمجتمع معين. فنحن حاولنا نجمع كل هاي السيدات اللي غنوا بالوطن العربي ونحطهم باسم واحد. فلا ما لقينا أرقى من هذا الاسم لحتى نوصفهم فيه. هانم وهانم أصلا بالتركي تعني ماي هوم. معلومة ممتازة. رح أغني لليلى مراد اسأل علي. اسأل علي وارحم عيني من دمع رايحة ودمع جاية. اسأل علي حبيبي انت الوحيد. ومهما تقسى حبي يزيد. حبيبي انت الوحيد. ومهما تقسى حبي يزيد. لا لي غيرك ولا لي حد. ولا افتكر لك غير كل ود. لا لي غيرك ولا لي حد. ولا افتكر لك غير كل ود. وعشان بحبك يصعب علي وأقول غرامك ما كانش لي. وعشان بحبك يصعب علي وأقول غرامك ما كانش لي. يلي غرامك كله قاسية. اسأل عليا. الله عليكي. أنا أسألك لو ممكن تغني لنا حاجة لفيروز. طبعا أكيد. إيه رأيك؟ في كتير. يعني ما ينفعش تعدي الحلقة بتاعت النهاردة من غير ما نسمعك كنت تغني. طبعا خلاص رح أغني سألوني الناس. سألوني الناس عنك يا حبيبي. كتبوا المكاتيب وأخدها الهوى. بيعز علي غني يا حبيبي. لا أول مرة ما بنكون سوا. الله عليك. الله عليك رانيا. أنا بشكرك جدا على وجودك النهاردة. كنت ضيفة مميزة و شكرا. يعني بجد أسعدتيني. وأتمنى النهاردة مستمعينا تكون اللفتة الجميلة اللي أضافتها رانيا والبهجة الحلوة اللي كانت في الحلقة النهاردة. طبعا إحنا ورا الكاميرا ما يعني بيبقى البهجة أكثر مضاعفة لأن الإحساس بيكون موجود. فأتمنى إن شاء الله بإذن الله لما تتعرض الحلقة كمان على اليوتيوب حضرتكم تحسوا الإحساس اللي إحنا هنا حاسينه في الاستوديو. وبشكرك جدا جابي على وجودك. شكرا كتير على الاستضافة. وبشكرك أكثر على المجهود اللي بتعمله للحفاظ على التراث الفني العربي داخل الجالية العربية هنا في كندا. شكرا. وبتمنى لكم كل الخير والتوفيق والنجاح في 2024 وتباعا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. Thank you so much for having us. تحبوا قبل ما نختم الحلقة معنا 3 دقائق لو تحبوا تقولوا أي حاجة تلفتوا نظر الناس لها للأنشطة يعني أي أنشطة أو حفلات تانية ما لحقناش إن إحنا نذكرها في الحلقة. نحن في عنا بحفلة بس لا أتأكد من التاريخ. كانت بعد كمان أسبوعين حتكون حفلة لصباح فخري. حتكون بفبروري 23rd الساعة 8 بميسيساغا. كمان
الحفلة حنستعرض فيها فن الموشحات والقدود الحلبية اللي أكتر حدا انشهر فيها هو الأستاذ صباح فخري. راح يكون منذر خوندي هو السولوست لهي الحفلة. للي بيحب طبعا يجي على الحفلة. كمان اللينك التذاكر كنت لسه عايزة أقول لك الإعلانات لمتابعة الأنشطة والحفلات بتبقى يعني على الويب سايت سيد مسافر، صحيح، على الويب سايت وعلى السوشيال ميديا، على الانستغرام، فيسبوك، تيك توك، موجودين كل إعلانات نيك والروابط للحجز. وشكرا، بشكرك جدا، بشكرك يا رانيا. أكيد رانيا معايا دقيقتين، ممكن تغني لي أغنية قبل أكيد نختم بيها؟ طبعا. شو حابة تسمعي؟ والله بصي، انت غنيتي الأسمهين وفيروز وغنيتي لكل العمالقة، يعني ميادة الحناوي غنى لها؟ did we؟ لا ينفع؟ أكيد. أنا بعشقك، أنا كل لك، أنا بعشقك، أنا كل لك، أنا يا من ملك روحي بهوى، روحي بهوى الأمر لك طول الحياة، طول الحياة ده الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، ده الماضي لك وبكرة لك وبعده لك. نفسه هادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبيني ولا الهوى عمره ما زارك، بتحبيني ولا انكتب على القلب نارك، نارك. قول يا حبيبي، حبيبي قول، قول يا ملك. الله عليكي، بشكرك رانيا جدا على وجودك النهاردة المميز معنا، بشكرك جابي على وجودك النهاردة، وبتمنى لكم كل التوفيق. مستمعينا، كنا معكم من الساعة 2 ودلوقتي الساعة 3 على 93.3 FM Let's Talk ودينا الغندور، بتسمعونا على الموجة 93.3 FM داخل كل من هاملتون، برلينتون، غوالف، سان كاترين، وكمان نياجرا وأوكفيل. وتقدروا تسمعونا الحلقة مسجلة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. لينا لقاء جديد إن شاء الله يوم الأحد القادم الساعة 2 العصر وضيف جديد. بشكركم جدا للمتابعة، تحياتي لكم وتمنياتي بيوم جميل على كل اللي بيسمعونا النهارده.